زي كده شباب عاملين ايه اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين زي الفل. اوه ايه ده؟ طبعا عندنا هنا انتوا عايزين تكتبوا ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ اضرب ولا ايه يا جدعان؟ طلع دخان يا عم تفتح يا عم تفتح ايه ده؟ نغسل ايديا يا سلام عندك موزة ايه ده خد طبعا يبي يم يم يا لهوي قلبت الطبق جيم سيفيد سيفيد انا عاوز اشوف ابو زومبي ده ايه ده ابصص في الارض ايه طب لكم يا جماعه انا هحترم القانون ايوه لا لا يا خراشه عربيه اتعملت ايوه خان زي الناس ولا لكم خلنا اعمل ايه ده ايه انا جرب السجل عن الزومبيات مشكلة مصيبة مرض جاي كانت دوست قبل كده ايوه خليك ماسك العصاية يبي ودي ايه ده فاهم ستات هي عربية ولا ايه يا جدعان مش فاهم انا ايه البتاعة دي ده ممكن تنوط اول مرة اعرف ايوه مكان فضائيين عاوز اخش اسلم عليهم كده حتة ايه ده كأنها عربية ايه ده دول كأننا في مصورة المجال صح؟ ايه ده؟ استنى ثواني يا ايدي مش عارف بس هما اكيد ممكن هما بيعملوا كده ايه ده؟ ايه المكان ده؟ تعرف زي المختبر صح؟ تعرفيني في الخرابة ها؟ الزرار ده لو دوست عليه هيطلع مليون واحد دوس اجري مدرس بني ايه تعرف يقولي عشان يقول بابوه يلا نصرة منه الله جاي يلا طب اقول لكم ايه عشان نجرب كده ادخلهم على المدينة انا اجرب كتب لي الله يراوي يراوي اللي بيخليني اجري افتح الرابع يطي والله كمية محترمة ما اقول لكمش اللي ايوه خشوا مع المدينه خش عليه يراوي ايه ده يراوي يراوي
Ya nos van a matar. ¡Get out! We... ¡No! 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 تبارلوك مين؟ ايش يروح مرتين؟ ايه ده؟ فوان زومبي ولا نشوف كده المدينة بمطرح زومبي. انا محتاج اروح عند الشرطة. ايه ده؟ عند المكسيكي و احلى كده. ممكن تاخد بالي هنا من زي الناس العادية. والله ما كنت اقصد يلا شلته ده الموتوسيكل ما بيتفهمش. ايه ده؟ اوعى يا معلم. بص ناوي اشهر اجري. دي بقى الصوت الصوت بصوا العرفة دي يا لهوي. شوفوا الحركة دي يا لهوي. حد منكم عملها؟ اكتب لي في التعليقات يا عم. والله ما مصدق. ايه ده؟ مزرعة تعيسة واحنا في ماينكرافت ولا ايه؟ ايه ده؟ شوفوا الرؤوس ازاي. استنى يا عم يا لهوي دي الحرامية يا خراشي. طب استنى كده اجرب اديلهم فلوس. ايه ده؟ ازاي بيعمل الحركة دي يا جدعان؟ والله غريب. خد بنك خد بنك وخد يا لهوي ازاي؟ هاي جاك جاك ايوه شفت ايه هو يا عم. خلاص فهمت منك يا عم الحرام انت. بص بيقول ايه يقول له حتى هنا العربية يا راجل. ما عنديش اي عربيات غير موتوسيكل يا اهبل. بص دول الراجل دوت اهبل. قولوا في مكان الأسلحة عشان معايا 199 يا ربي. شوف 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 يا ربي دق يا ربي يا ربي. حول سلطة يا جدعان طط يلا خليته في البحر يا لهوي. شفتوا الحركة دي؟ كنت يا اختي يا لهوي.
No sería. يا لهوي العربي لا 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 وتركي شفتوا الحركة الأسطورية دي؟ اعملوا 100,000 لايك عشان خاطر بص ايه رأيكم في الحركة دي؟ قمت ناطط من الموتوسيكل وخليته هو يكمل استاهل كام لايك؟ 100,000,000 لايك الله يخليكم عشان خاطر يا جدعان 100,000,000 لايك ماذا بيعملوا ايه الدنيا؟ والله اكبر يا عم ايه حول ما انت شايف يا لهوي حتى اكتب اي وش يا لهوي الكوت قصدي هني بخير فين فلوس فين فلوس عشان ادفع لها ادفع لهم ايه ده فين الناس طب اقول لكم انا سيب بقشش هنا بس ايه ده فلوس دي 5,000 جنيه دفعت لها 100,000,000 جنيه انا اخد 2 بس بس كده كنا زي الناس العادية بحب اعمل كده صح يا عم انت بتلعب عربية يا اخي OMG this bad boy can fit some Uganda knuckles in it انا ايه ده يا عم انا سبت لك بقشي فين العربية ما خدتهاش ولا طب هاخد الفلوس تاني كاش يا بابا
ser, ser. دعني بقولكم ايه، احنا كده نخش جيم سريع ونروق الناس بطريقة صح. امسك الرجاء امسك دي يا خلاصي، شوف الفراشة يا خلاصي. ايه ده هو؟ هنشوف البريد. طيب افتح تفتح عم تفتح. ايوه افتح. وانت بكبر ابو البطل. ايه ده بعد يرميها في الشارع؟ طيب مش اي زبالة. ايه ده؟ اه طعم الجبنه لانه ما في الزباله عندي. الموتوسيكل ده، لو انتم عاوزين تلعبوا اللعبه ديت بخشوا وتعالوا معايا الموتوسيكل، تجيبوا حاجاتكم واسلحتكم وكل حاجه وبفسحكم معايا اهو. يا لهوي بتنطط في البكيت. يخرب عقلك، يخرب عقلك يا عم الموتوسيكل. ده ماله ده؟ العربية بتمشي اوتوماتيك اوتوماتيك. ايه ده؟ بيب تاني. OMG this bad boy can fit so much spaghetti in it.